وديت الصينية ماما لخالتي صبرا. تسلم يا حبيبي. محشي. أم مينا بعت لنا المحشي ده يا أم. أم مينا تسلم إيديها، طول عمرها صاحبة واجب. بقولك إيه يا بطة يا بنتي، تعالي يا حبيبتي تكملي الأكل حسن رجلي مش شايلاني، عايزة أخش أصح أبوكي. يلا يلا حاضر. يلا يا حبيبتي. الله، انت صاحي يا امين؟ صدق الله العظيم. ايوه صاحي يا صبرا، ولا شايل الهموم زي حالاتي يجي له نوم؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب هم ابدا، ربنا يفرج الهموم. قادر يا كريم. امين يا رب يا رب. امال فين ادم وعامل؟ ادم لسه في كليته وعامل لسه نايم. وفين يحيى؟ بيلعب كرة في الشارع. يا دي كورة، كل يوم لعب كورة؟ يا اخويا ما تسيبه يلعب. فاكر نفسه ابو تريكة ولا ايه؟ يا اخويا اسمع من بقك، ربنا يبقى زي ابو تريكة. قادر يا كريم يا رب. ايوه دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوظوا ان شاء الله. يا اخويا تدلعوا في حياتك ان شاء الله. خليك خليك انت. الله العظيم. اهلا يا سامية. ازيك يا ابو؟ الحمد لله يا بنتي. انت كويس؟ الحمد لله. عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله عايشه. سامي يا حبيبتي ازيك يا ماما؟ وحشتيني. وانت كمان. سامي حبيبتي ازيك يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين بطه؟ بطه طالع هناك في المطبخ. اغيثونا. طب انا هقوم اشوف الاكل. لا خليكي وانا هشوف. طب انا هصحي عامر بقى. هنا كسروا مرسيدس. بتاعت له واجهه المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ اسمعني عم تسقط الكوره. اتكل على الله مفيش كوره. يلا الكوره دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عم تسقط الكوره. مفيش كوره يا ابني. يلا اتكل على الله. يلا بقول لك معلش عم تسقط الكوره. يلا يا ابني انا هقعد اديك على قفاك. تدي مين على قفايا يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. ايه؟ ابوك يا حبيبي خالي مع عديس. كلمة ايه اللي يا عم انت؟ في ايه يا يحيى؟ في ايه؟ كورة جت عنده انت سبت له بيقول لك اديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا الواد ده لو عدى قدامك بعد كده وما وقفتش تديله تعظيم سلام هطلع عين اهلك. فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ديزي لم نفسك يا جدع، احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليا. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم، ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم، انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلق على باب المحل. جدع ناض انت حلو اهي. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان بصوت عليك كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت. بيت اما كبيتك بتقول لي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. بس كنت في تضعين اللهم لك صمت
وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. القهوات بقى عاملين فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولد. ايوه كلني كلني يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمادي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. بس صعبات يا بنت، ما بيتكم ورانا بشارعين. ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده مالك يا سامي؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا، عبده اتخانق امبارح في ليبيا، محبوس من امبارح. ايه؟ محبوس. ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربه دي يا بط. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ معرفش يابا، انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه ياما اعمل ايه، اجيب فلوس الولاده منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه وبيبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا، انا ما اعرفش حاجه، حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل، كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي، ان شاء الله هتتظبط، بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله. كام فستان زياده ازاي؟ اذا كنت انت مكفيه على المكنه ليل ونهار هتعملي ايه اكتر من انت بتعمليه؟ دي بنتنا برضه يعني لازم نقف جنبها. الله، وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقعوا في قربزنا احنا برضه؟ خلاص يا عم امين، في ايه بقى؟ واحد الله. لا اله الا الله يا سيدي، لا اله الا الله. مش كفايه علينا خالك حاطط ايديه في ميه بارده ما يدفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت سامية، انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي، وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. اوكي يا بنت يلا. صح الله العظيم يا رب. يابا كل يا حبيبتي كل. العب يا قفا يا قفا يا هفا، هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. كتاب الله، ولا واحد فيكم بيعرف يلعب. هات الكوره دي، تعال تعال هشوط شوطه واحده. راحتك يا كبير، ده انت لسه مدي الديسي علقه تمام. انت مين يا؟ بقول لكم ايه، مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش. هشوط شوطه، اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جون. خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. ويلس ها مركز؟ ركز. البس. ايوه ايوه يا ادم. ازيك يا مفتاح؟ عنك انت. طب سرك يا ادم، ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى قلت الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. راح فين ده؟ انت كنت فين؟ بوصل لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه يا بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار؟ انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه. ده بيجي مرة كل 4 سنين. أيوة فعلا. بس
سنه كبيسه يا عم. اهو اليوم الزياده ده بالنسبه لي احلى يوم. انت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا اجيب لك حته هديه بس مش هحرقها لك دلوقتي. ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا؟ سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرتي كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك لازوق لك الفيسبوك واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي. خد يا ادم الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه ان تبع منطقتي والنبع مع عفيف. عارفين انا من التوصيله دي احسن مني. احنا في العشر الاواخر الواحد ما يبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشرة الأواخر بالتوصيل يا عم هذا؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يالا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيف خلي ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل كده. لا يا ادم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عني المصروف أحسن يا عم مرتضى. أدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. شكرا. الواد ده رخم قوي عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي ما شفناش بعض فيه. اخسى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. انت هتصيعي يا بت ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه، من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان ما تفكرنيش. الله انا دلوقتي لولوس. وبعدين انا مخنوقه اليومين دول، امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني. خدي بالك. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تتسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا مسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط، ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان.
حرام يا عم امين. طبعا يا سيدي. لو سمحت يا عم امين خلصني. فوت علينا بعد العيد اكون رجعت ورقك يا سيد. يا استاذ امين ربنا يخليك، انا بقى لي شهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايده. فات الكتير ما بقى الا القليل يا سيد. لحد امتى؟ ده حته التصريح لا راح ولا جاي عشان راجل معوق هنحط له حديدتين قدام بيته. ودي شويه حديدتين هيندقوا في الطريق العام، يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا اي حد يركب ما بينهم. المفروض ان احنا ناخد اذن من البلديه والمطافي والامن الصناعي. ياه، احنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا هي سايبه. طب ايه رايك بقى في اللي بيحط حجر عافيه ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر وهيتعمل مخالفه وهيدفع غرامه، واذا ما دفعش غرامه هتبقى قضيه، انما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا استاذ امين انا هاخد التصريح امتى؟ تسهيل على الله وكل شيء بثمنه. يا استاذ امين انتوا كل اللي بتطلبوه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايده. فكر شويه، شغل مخك، يمكن في حاجه ما اندفعتش هي اللي معطله لك الدنيا. حاجه ايه يا استاذ امين؟ انت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قول لي كده. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سيدي بالصحه والسلام. ان شاء الله اجي اخد التصريح امتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز اهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيديه يبقى احنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلديه والامن الصناعي و لا 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 لا، دي كلها حاجات روتينيه. الكلام ده لما يبقى شارع عام. انا واضح من الورق بتاعك انك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمه. ربنا يخليك لينا يا عم امين. ويخليكم انتوا لينا ويرزقكم برزقنا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش فاهم يا استاذ امين، انت ازاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوه دي؟ يعني انت ما بتقبلهاش يا استاذ سيد؟ ايوه بس انا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوه؟ امال تعتبر ايه؟ دي دمغه نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحه مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغه نفس؟ ايوه دمغه نفس. ولعلمك بقى دي اهم دمغه في الدمغات، والمفروض انها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافأة للموظف على سرعة تأديته وخدماته للمواطنين. وبما ان الحكومة ما بتدفعش الدمغة دي فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديرا لزميله الموظف علشان يمشيله شغله. تصدق معاك حق. اه طبعا. لما نهجص شكرا. بابا اتأخر وهيأخرنا كده على المحاضرة. ها سيبك بقى كده وقولي لي، باركت له على عيد ميلاده؟ باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش، شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ آدم جريء وب 100 لسان. مش عارفة كده أنا بيجي لي إحساس إنه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا إيه بس؟ إيه الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده؟ عامة أنا حاسة. وأنا إحساسي ما يخيبش أبداً. بطلي التخريف اللي أنتِ بتقوليه يا هبة. انا وادم زي الاخوات متربيين مع بعض، يعني مفيش ما بيننا التخريف ده. طب ما انا متربيه معاكم من زمان وبرضه بيهتم بيك انت زياده. بطلي هبل بقى يا هبه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عم عبيد؟ اهو الحمد لله عايشين بنكافح. اتاخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتاخرني على المحاضره. لا كله الا المحاضرات. انت عارفه السنه بتوقف عليها بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ كفالة الشهر. اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاله ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه ليه؟ امال الفستان ان شاء الله ثمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده؟ ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد؟ ده في فساتين بتعدي الألف والألفين. الله نبي ياخد اتنقطينا بسكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني؟ اراجع نفسي في ايه؟ يعني دي عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي 5. بقول لك ايه يا بابا؟ ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل، وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقول لك ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا حديهم لك وافتح لك دكتور توفيق. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا، اتفضلي. ايه دول يا بابا؟
مديني 100 جنيه خمسات، انت مش هتبطل حركاتك دي. ايوه كل خمسه فوق خمسه، عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مطفره والعين فلتت الحق. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنت طالعه ايدها مخرومه لمين، مع ان امها بخيل. سلام. انت عوض على التليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقه وكنت ماشيه. هعمل ايه بس يا بطه، كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مره وسمعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو ما بتردش عليا. اعمل ايه بس، الضابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد، رحت فاتح عليكي وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المره دي. لا قبل ما تعديها في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. ايه؟ وحشتيني. انت كمان. بجد؟ بس بجد بقى عايز اقول لك حاجه بجد بجد قوي يعني المره دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان انت بنت جدعه وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوه. حلوه قوي. زي القمر. واموت فيك. ايه رايكم بقى يا شلونزات في عربيتي الجديده واللون الابيض؟ ايه سبيشال اوردر ما شاء الله يا معلم. مش لسه مغير عربيه الشهر اللي فات؟ كل شهر بتغير عربيه جديده. الله اكبر. في ايه يا عم انت؟ انا العربيات دي هوايتي، وبعدين دي لعبه الكبار. يا عم ده قالوا حراميه ومعاهم فلوس كتير. اللي بيته من ازاز يا حبوب، وبعدين ما انت خالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمه. يا عم ده عمي مش خالي، انت هتحور كمان. تصدق ظلمته طلع عمه مش خاله. بقول لك ايه، الزبون لسه ما اكتشفش ان انا مونيكا اللي بتشتغله على الانترنت، اوعى تفضحني. صحيح يا وليد، انت ابن محظوظه، البت زي القمر انت معلقه على الفيسبوك مونيكا دي، هموت واعرف اجيبها فيك ايه. اوه انت ما شفتش بقى، بتخيل بقى يا ادم انا بصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف اعلق بت بوزه زي دي. انت على مونيكا؟ مونيكا. بقول لك ايه، انت بتعمل معاها حاجه بقى كده ولا كده؟ وصلتوا لايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني. فلت. ها فلت منك. كان عندك ميعاد انت معاها بقى، عمال تقول لنا مونيكا الساعه 2. تفكرتني انت، فكرتني بالميعاد، انا لازم اطير دلوقتي حالا، اللي هي قاعده على نار مستنياني. كنتوا بقى كملوا الحوار بتاعها. لا صحابها بقى حماده، صحابها. يلا سلام يا جماعه. خير انت بقى، بس اوعى تخبط في حاجه وانت طاير. نمره ابن اللذين. بقول لكم ايه صحيح؟ ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم اي حاجه من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده. ولا حاجه، الدكتور عايزني اعمل استطلاع راي على اكبر مشكله بتقرق المجتمع المصري. أكبر مشكلة بتؤرق المجتمع المصري. أهلا سعد. أهلا بيك، إزيك؟ أنا مش عارف بس إيه اللي طلعها في دماغك إن أنت تجيبي نظارات النهاردة. عشان هاني مون يا حبيبي، أنت مش فاهم هناك الشمس جامدة قد إيه؟ مش عارف ليه محسساني يا نانسي ان احنا هنطلع على الهاني مون ده، نكسر الفيزا بتاعه تايلاند ونعمل هجره غير مشروعه. جو. ايه؟ تعالى عايزك. ها. حلوه دي؟ حلو. طيب ودي؟ برضو حلو. كلهم حلوين يا نانسي. ايه اللي كلهم حلوين؟ انت ايه ما فيش راي خالص كده؟ هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى ما فيش راي خالص؟ طب ماشي يا ستي، كلهم وحشين كده يا جو. اوكي انا هشتري واحده سودا عشان انت بتكره الاسود. لا نانسي، عشان خاطري بلاش الاسود، عشان خاطري. ايوه كده. استنى بقى عشان عايزاك تقيس حاجه. تعملي ايه؟ قيس دي كده. ها حلوه. حلوه قوي. حلوه قوي. بحبك يا نانسي. احنا في المحل. اه صحيح. طيب على شويه حاجات جوه. مش قادره اصدق انها اخيرا كملت وبجد طالعه تحفه. لا ما خدتيش بالك بقى من السفره، جت واتفرشت اهي. ايه ده، انت حطيتها؟ شفت مكانها هنا احلى ازاي؟ خلاص يا ستي بقى، ما انا حطيتها لك مكان ما انت عايزه. تعالي بس اوريكي حته مفاجاه جامده جدا. طب بالراحه بالراحه. طيب هوريكي حاجه جامده جدا. كمان انت رسمي النهارده.
ايه رايك في المفاجاه العظيمه دي؟ مش فاهم فين المفاجاه. ايه الثلاجه ما جبناها وكراتين وبتاع. بجد؟ لا تصدق مفاجاه رهيبه فعلا. لوحدي. كويس انك عملتها لوحدك معكش حد يعني. غاوي تكسفيني على طول، هتفضلي تكسفيني على طول كده. بقولك ايه؟ ما تيجي نبات هنا النهارده. تلم. طب بوسه. طيب بوسه. تلم يا جو. كلها كام يوم محدش هيقول لي تلم، فاهمه؟ كمان كام يوم مش دلوقتي. بموت فيك يا نانسي. انا كمان. الو التلاجة. ما روحش شغلك ليه يا عامر؟ ماليش نفسي اروح النهارده. مالكش نفسي يعني ايه؟ هي رحله. يعني هروح اعمل ايه؟ بروح اكل سندوتشات واشرب فشايات وانم على زمايلي، يعني ايه؟ مفيش حاجه مهمه. طيب قول الحمد لله بقى انك انت مش عاطل. انا عاطل برضو. عاطل يا صبره بس بمرتب. طب احمد ربنا بقى انهم بيدولك مرتب على كده. أنا داخل أنام، ابقوا صحوني على الفطار. يا ابني أنت ما زهقتش نوم؟ يعني عايز أنا أعمل إيه يا صبرا؟ تشوف لك أي شغلانة بعد الظهر، تزود دخلك، تضيع وقتك. شغلانة؟ أنا فاضل لي 4 سنين وبقى عندي 50 سنة. شغل إيه اللي هيقبلني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهادة خبرة يا صبرا. أنت عارفة أختي؟ الحكومة ما بتديش خبرة. أيوة يا حبيبي. بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خلق ربنا؟ تتجوز؟ انت بتقولي احلام يا صبرا. الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقت كوابيس. والله بقت كوابيس يا صبرا. بقوم مفزوع منها طول الليل. انا بقوم بلاقي دمعتها على خد مش حاسس بيها. سايق عليك النبى يا صبرا، سايق عليك النبى اختي. ما تقلبي على امها. هبقى كويس، هبقى كويس يا صبرا. صباح الخير يا نانسي. صباح النور يا صبرا. في راجل اجنبي جوه عجباه قوي الكاوتش البني بس عايز يغير القماش. اوكي تاني نشوف. سو هبعتي البين باك بتاعت المهندس مصطفى سرور. اوكي. هاي نانسي. ريتشارد. هاف ا سيت بليز. ثانك يو. يو لايك ذا جاليري؟ اتس بيوتيفول. يو ذا مانجر؟ نو اكشلي ام ذا اونر. سو ماي اسيستنت تولد مي ذات يو لايك ذيس كاوتش. اي دو بات اي وونت ا نيو وان بيكوز ويف سات اون ذيس وان. ام جاست كيدينج. I like it, maybe a different fabric or color. Okay, may I know the colors of your apartment? Villa, and it's under construction. Really? You know that we also do interior designing? My, that's fantastic, then I've come to the right place. I don't trust my own taste, only the taste of a woman. Okay, and I would love to help you. Sorry, excuse me. ايوه يا ماما معلش اصل معايا كلاينت انا جايه على طول انا هروح بعد كده. اوكي اوكي مش هتاخر. يلا باي. عينيا حبيبي. نص الشعب عليك. عينيا للكل تصور. عينيا حد حبوا على بتاع ياخذ ياخذ. كل سنة طيبين رجالة وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. كل سنة طيب يا فاروق. يا حلوة يا حلوة انت. كل سنة طيب يا رضا. كل سنة طيب يا حبيبي. كل سنة طيب يا مينا. بالصحة والسلامة يا قلبي. أمك عملت لنا شوية كحك عسل. يا طهور بتلينا قصيدة العيد كده بقى. فاكر قصيدة السنة اللي فاتت بتاعت حبيباتي اتشقطت مني. بس زبدتك مش كانت حلوة. كانت حلوة والله. خش بقى على بتاعت السنة دي. عايز تسمع حاجة؟ مصمم. أكتب نوقف لعبة بقى نسمع.
مطاطي 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 ونفسي مكسورة وراضي إني فيك أعيش. ولو لقيت بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. مطاطي ونفسي مكسورة وراضي إني فيك أعيش. ولو لقيت بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. لكن دلوقتي سامحيني أنا بحلم بلقمة عيش. يا ابن اللذين. ايه ده بطاطي شعرك ريحته وحشة؟ شعرك ركيك بطاطك يا راجل يا معفن. مش فاهم قيمة الكلام اللي بيقوله. يلا يا عم قوم استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل ايه. انت عارف يا طاهر احلى حاجة فيك انت بصني يا جماعة. استنى بس يا جماعة قول اخويا احلى حاجة فيك ان الشعر بتاعك سترونج. ربنا يكرمك يا حبيبي. وفي نفس الوقت ضعيف. This not your problem. دي مشكلتي انا مشكلتي. خليها الله معلم خليها الله. مالك يا ابو ادم ساكت ليه كده؟ سكت طبعا يا معلم. انت قلبت علينا المواجع في الوقفة. السنة اللي فاتت كنت عامل قصيدة لحبيبتك. السنة دي شوف انت عاملها ليه؟ واضح ان احنا كبرنا كده والهم مال حياتنا. احنا ما كبرناش احنا فهمنا. وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الالم. الم وورقه وكراسه ايه جو محو الاميه ده؟ انا غلطان ان قعدت مع عالم جهله زيكم. جاتكم القرف. اللي قول يا ادم هو مين الراجل ده؟ معرفش انا فاكره جاي معاك. معرفش انا فاكره جاي معاك. نعم انا معرفش انا فاكره جاي معاك. مين ده يا حاج؟ معرفش انا فاكره معاك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم بارك لي في أولادي وبناتي واصرف عنهم السوء. اللهم بارك لي في آدم ابني. اللهم اكتب له النجاح. اللهم يسر له طريق الفلاح. اللهم اجعله لي خير خلف. واجعله لأمه وأخواته خير سند. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أعد علينا العيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا رب العالمين. اللي قولها عربي 10 سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك. عربي انجليزي شقلباز يعني ايه يا معلم؟ عادي يا جدع. ميضاد الله يرحمه اسمه شقلباز وشقلباز دي كانت عيله ريتش في وقت الشده. والانجليزي ده بقى اسم الشهره بتاعي. اكمني بشتغل مع الاجانب طول الوقت زي ما انتوا شايفين كده. وسايب العيال وامهم فوق السطوح وانت ناطر وزاوم لوحديهم. الله ما انا باشقى واتعب واشتغل واعرف نسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والاولاد. ونعم الشقة. الله اعمل ايه يا صاحبي؟ المطر يركب الهارد. ايه الهارد؟ الصعب يعني. برضه ما فهمتش يعني انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايزي خالص. اضرب المويل بكين المحزق وبروز السمانه واجي فارد على الشازلونج كده مط تلقط. ايه بقى؟ قلقت النسوان الاجانب من سن التسعين كده وانت طالع. 90 وانت طالع؟ طالع فين يا معلم انت كده؟ طالع على القرافه.
قلبنا عداد بدري بدري، وكل ما كانت عظمه كبيره تفرهد وتاكل الطعمه بسرعه. يعني انت من الرجاله اللي بيبيعوا نفسهم عشان خاطر الفلوس. الله ينور عليك. الله، ما هي دي الفرصه يا صاحبي. بس مش دي الفرصه يا صاحبي، الفرصه اللي غنى لها منير وقال عليها ايه؟ الفرصه بنت جميله راكبه عجله ببدال. بدال وجدول وجنزير، وطبعا هتطبلوا له. بقول لكم ايه، ما تاخدوني لفه معاكم. ما تخنونيش يا ديزي، ساقك هيخش زي الناس دي كلها. انت مش على راسك ريشه يا اخويا. لا يا اخويا على راسي ريشه اهي، وصاد هيخش اول صاد. مش هيخش الا في الاصول. بقول لك ايه، الفرن عطل، روح اعملوا حته تانيه يا اخويا. يلا. ايه يا فانيليا، وبصيتك علي علمني ليا يا فانيليا. هي حاليا معفنه عليا الطلاب الثلاثه، اللي الصاج بتاعنا ما دخلش اول صاد تولع لك الفرن وانت في قلبي. ليه؟ علشان الفرن كمان في يخت ولا ايه؟ اصر يا عم فانيليا، ولو كترت في الكلام هشقك. ليه بطيخه قدامك؟ في حاجه يا فانيليا؟ في يا عم فانيليا؟ لا مفيش حاجه يا ادم. لا في يا ادم، مصر يدخل صاج الاول. قلت له ازاي؟ في ناس قبلية، هو انا على راسي ريشه يعني ولا حاجه؟ اه لا مفيش ريشه ولا حاجه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا صوت. طيب ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس؟ ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له ال 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي؟ وكانت بتعمل ايه زمان؟ قولي له فرحك انت تكلف قد ايه؟ اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى، جري يا واد. ابدا باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين ايه يا ملك سوس؟ شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي، ينفع؟ تنفع اه، وتخش وتبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر. خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. مظبوطين مظبوطين. يلا روح يلا. تعال. شبرا. خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. ماشي. الهي يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا ماما، ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم. هو انا يعني لازم اروح اقل ادبي على ابوك عشان تديني هديه؟ ماشي يا عم، ماشي يا ابو. فاكر يا ابو فاكر. يلا خمسايه اهي، يلا العب مع اصحابك. ها مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولايفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسوس.
عم شفاره حبيبي صباحك فل. ايه الاخرك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعيط في القناطر يا سيدي. امي يا عم صممت اخرجها واديها في العيد القناطر وحلفت عليا كمان لازم اتمرجح. اتمرجح؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير اما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب يلا بنقول. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تمرجع. لا نزلني انا بقى. اركب يلا. لا اقعد. اسكت اسكت اسرائيل. كده بقى معناه ان مفيش محاضرات النهارده. هعمل انا بقى في ايه؟ اوزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهرة تؤرق الشعب المصري. عدى لكم خمس دقايق. ها اكتب لي ده بقى بسرعة. عايزين اهم ظاهرة تؤرق الشعب المصري. هاتوا لي الواد اللي بيوزع مشروبات هناك ده. اهم ظاهرة تؤرق الشعب المصري. مشروبات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعة يعني. ايه يا جماعة؟ يلا اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده يعني في الصيف. كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي. كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول. وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا آدم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهرة اساسا، انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطالة وفساد ومحسوبية. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي من الجامعه من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم ان كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسه قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله. انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا. وبعدين حضرتك ممكن تساله
بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت واد طيب يا ادم وابن حلال، وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا، ما بدخنش والله. واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني، هات واحد شاي هنا بسرعه. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا. البلد بقت غريبه قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفنيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟ يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقول لك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطول اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، كل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحه يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا اعوذ بالله، نظام ايه اللي يتغير؟ انا اقصد يعني نظام التعليم. مش سيفاش ازيك يا شامبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة يا باشا. ولما انت مش تبع حاجة يا روح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد إذنك، وبعدين أنا حققت معاه وهبقى أكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد أمرك يا باشا. خد يا أدم من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلص له إجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سألت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا
انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا هشام بيه وينور لك قلبك. تتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا هشام بيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني، انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حواليه شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار البلد ما يتحققوش الا لو عملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في الوقت، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه، البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. اقول تاني وافهمك ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش داهيه. طيب قول لي بقى، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ مفيش حاجه ساعتك. طب ما هتجيلي البيت شويه كده تتغلب لك بولتين ثلاثه شطرنج. ها؟ ما بلاش، ساعتك لما بتتغلب بتقفش. انا؟ اه. طب يا اخي طالما بقفش اتغلب لي مره. خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله، بس انا شفتهم قبضوا عليه وركبوا البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهره. يا لهوي يا لهوي، كان مستخبينا فين كل ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت دور عليه يا امين عشان خاطري. ادور عليك فين؟ هو عيل تايه؟ مظاهرات ايه؟ احنا بتوع مظاهرات؟ انا هخش اغير هدومي. يا رب يا رب استرها يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب، والنبي يا رب يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا صبرا؟ يا لهوي، انت بتدور مع عمك امين على اهدى. ماله ادم؟ قبض عليه في مظاهره مش عارفين اراضي فين. مظاهره؟ وايه اللي خليه يروح مظاهرات؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ بقول لك انا مش ناقصاك، البس اي هم وانزل دور عليه. معلش يا صبر، انا ماليش في المشاوير دي. معلش يعني هسيب جوز اختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني؟ انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري. امال انت رسمتك ايه في الدنيا دي؟ تقدر تقول لي؟ ما ولا حاجه، اعتبريني هوا. خلاص استريحتي؟ انا بخاف اروح القسمه صبره. انا لو شفت مكواجي شايل بدله ضابط وماشي في الشارع بخاف من مكواجي. Now that's exactly what I want. Okay sir, I'll start immediately. I'd appreciate if you rush the process. You know time is money. Don't worry Mr. Richard, I never miss a deadline. You impress me Nancy. Here's an advance, just to make sure I've got your full attention. Okay, thank you. And I promise you'll have the most beautiful villa in Egypt. Beautiful girls do beautiful things. Thank you. Thanks for your time. تاني يا عليا، تاني وتالت لحد ما ناخد حقنا. وحقكم ده بقى لا مؤاخذة ما بتعرفوش تاخدوه غير بالمظاهرات وتكسير المرافع العامة والممتلكات الخاصة. أنا ما كسرتش حاجة، بس عملت مظاهرات، سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد. أنا مش مسؤولة عن أفعال حد، أنا مسؤولة عن اللي أنا عملته، واللي أنا عملته حق بيكفله ليا القانون والدستور. يا بنتي أنت مش بنت منيب راشد؟ أيوة. طب ليه بقى مش طالعة زي بابا؟ طالعة له إزاي يعني؟ يعني بابا راجل محترم
بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها. معقولة بابا يعمر في البلد وانت تيجي تخربيها؟ بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبها بطريقتي. ماشي، على كل حال اكراما للسيد الوالد انا هخليك تروحي النهارده. لو ليا حق امشي، لو ماليش اتحاسب على اللي انا عملته زي غيري. خليها علي المره دي، بس المره الجايه هحاسبك على القديم والجديد. طبعا انت فاهمه كلامي كويس. يا ابني تعال خد عليا، خلص لها اقراءاتها وسيبها تروح. شرفتي. هات العواهب سليمة يا رب. اهدي يا صبرا يا اختي اهدي، مش كده، ما تقلقيش خير ان شاء الله. انا ازاي بس الواد خدوه يا ام هنا، مش عارفه اشوفه تاني ولا لا. ما تقلقيش يا اختي، ما دام هو ملهوش في السياسه هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طول. ده حقيقي ياما، الواد عصام ابن ام عصام اتاخد في مظاهره زي كده، ولما ثبتت براءته سابوه. اصبري يا اختي اصبري يا صبرا. اديدي صبرا، ده انا ظهرت حنان طول عمري عشان اربيهم كويس، الا ما حد اتنصب فيهم، والاخر الواد اتمسك وما اعرفش حتى اراضيه فين. بعد الشر ما تقوليش كده، ادم هيرجع بالسلامه ان شاء الله. ده ادم ده احسن واحد في الدنيا. اه والله ادم ملوش ولا في السياسه ولا المظاهرات ولا الحاجات دي. استرها يا رب استرها يا رب، والنبي استرها يا رب. انت بقى زعيم المظاهره؟ يا باشا انا ولا زعيم ولا حاجه، انا اللي جوايا وبحس بيه بقوله على طول. ايوه بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل، وبعدين يا ابني احنا في حاله سلام مع اسرائيل دلوقتي. يا باشا احنا عمرنا ما يكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا، طول ما هم بيقتلوا اخواتنا كل يوم وبيهتجوا اعراضهم يبقى عمر ما هيكون في بيننا وبينهم سلام ابدا. غصب عني يا باشا مش بايدي. انا معاك وحاسس بيك، بس مش بالطريقه دي يا طاهر، انت كده ممكن تودي نفسك في 60 داهيه، ما انت عارف القانون. وبعدين يا طاهر انت شاب ابن ناس مثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل، بلاش تهد يا طاهر. يا فندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجه نخرجهم من العذاب اللي هم فيه، يبقى ملوش لازمه ان احنا نعيش للمستقبل. انت دماغك ناشفه قوي بس مش مؤذي، واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوه كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه. بص يا ابني انا هروحك، بس بالله عليك بلاش ميجي هنا تاني. شكرا يا فندم، يا ريت ظباط امن الدوله كلهم يكونوا محترمين زي حضرتك. بس انا بقى ليه عندك طلب يا طاهر يا جيفارا. قولني يا فندم. نفسي تقولي قصيده كده من اللي انت بتكتبه. حاضر يا فندم. قلب وكفاح بسم اللي راح حلم وقضيه، حالف معيش وفي عيني خوف من الليله دي، وانا مش مروح بيتي غير حقي في ايديا، مش هدي فرصه لايد حديد تهد فيا، ولا وطي راسي غير بسجده بحسن نيه للي حياني عشان اعيش للحظه دي. قوم روح يا طاهر، قوم روح بدل ما احطك في الحجز. قوم. شكرا يا فندم. حبيبتي ده في ايه بس يا ماما؟ احرجتينا بعياطك اللي مش مفهوم ده قدام الناس. يوه بقولك ايه يا سرايا، ادم ده معزته من معزه ولادنا، وبعدين انت ناسيه مش هو وهنا متربيين سوا؟ يا ماما ده اخواته اللي اسمهم اخواته، ما عيطوش عليه زيها كده. هم حرين يا ماما. بنتي يا هنا، ايه اللي بينك وبين ادم؟ مفيش حاجه. عليا انا الكلام ده؟ ريحي قلبي وقوليلي. مفيش حاجه يا ماما، قلتلك مفيش حاجه. مفيش حاجه. مالها البيت دي يا ام هانم؟ لا ابدا يا اخويا، اصلها متاثره شويه كمن ادم ابن الجيران قبضوا عليه. قبضوا عليه؟ ليه؟ اصله كان في مظاهره. مظاهره ايه الخايب ده؟ في حد عايز يعمل كده؟ خايب؟ خايب ده ايه؟ ولا يا اخويا ما تقولش عليه وطني. وطني؟ وطني يا حماتي، انت لسه عايشه ايام الانجليز؟ يا حماتي الحكايه دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون
ومن لعلمك بقى المظاهرات دي اضعف حاجه لحل المشاكل. ده واد غبي يا اخويا. اما اقوم اشوف البيت. هنعمل ايه بقى يا اخويا؟ الشباب المهم ابوه وامه عاملين ايه دلوقتي؟ مش شحتفين على الواد يا عيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه؟ مش شحتفين، ما هم اللي يستاهلوا، سابوا له الحبل على الغارب لغايه ما فسد. جرى ايه يا ابو هانا؟ هو انا بقول لك الواد اتقبض عليه في قضيه مخدرات؟ ده مقبوض عليه يا اخويا في مظاهره. يا ريتها كانت قضيه مخدرات، كان كام سنه ورجع، انما دي يا عالم. ايه ده؟ ايه المعامله دي؟ يعني سايبني كل ده متاخر عليا وداخل من بره ضارب بوز قد كده وطالع على فوق على طول؟ امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه بقى؟ مالك يا جو؟ انت حاسس بحاجه؟ حاسس بظلم. ظلم؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ يا نانسي، بفكر بعد ما نتجوز اخدك ونهاجر. نهاجر؟ انا هبقى بظلم نفسي وبظلمك لو فضلنا قاعدين هنا. المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ما تضمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابة وملناش في السياسة. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شوية عيال صيع يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. اوعد سعادتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابدا. يا ريت، لاني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمل بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل خش. ادم ادم يا حبيبي، كده كده يا ابني تخلع قلب امك كده يا ادم؟ ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعه، داخل الجامعه عادي لقيت في مظاهره. الحمد لله على السلامه يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي. انا خربه ولا زفت بقى؟ اهدى بس. استنى انت كمان، عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره. انا نبهتك قبل ما تروح الكليه، قلت لك احنا من سكه والناس بتوع المظاهرات دول من سكه تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس؟ يا ادم، يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. هو قال لك اهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك اما الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعملي عملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده يابا. انت بتمد ايدك عليا؟ يالا انت بتشدني والله. عال لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي.
واللي مش هيسمع كلمة اطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا ادم. انت بره بره. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الاول وفي الاخر ابوه خايف عليك. هنزل شويه. ادم ادم اطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حدي يا ادم. يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي، ما بقتش زي الاول. يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمه ولا مهرجله ولا شويه الحاجات اللي بتلككوا بيها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول. بص يا جو، احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشه فيها حاجات حلوه كتير قوي. اقول لك على حاجه، زي ناسها مثلا. ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا. عارفه يا نانسي، انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطالبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها. بالعكس، أنا كنت بقف ضد أي واحد بيتكلم في القصة دي، وكان عندي 100 حجة وحجة بواجهه بيها. بس للأسف الحجة دي ما بقتش موجودة أصلا. إزاي يعني؟ أنت بتقولي مثلا ناسها، أهو ناسها دول هم اللي اتغيروا. الناس ما بقتش بتحترم بعض. أنا كنت بقول إن مفيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبنا. كانوا زمان أسرة واحدة، بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض. بس النهارده ما بقاش في حد بيحترم التاني. المشكله اني ما بقتش قادر اتعامل مع الناس، ولا قادر افهمهم، ولا قادر اتعايش معاهم اصلا. ايوه يا جو، بس انا مش حاسه ان الناس بقت وحشه قوي كده يعني. عشان انت عايشه في دايره مغلقه عليكي. انت دايرتك ضيقه قوي يا نانسي. بيتك والكنيسه والجاليري وانا. بس عارفه، لو في يوم من الايام خرجتي من الدايره دي لاي سبب من الاسباب، هتفهمي اللي بقوله لك ده، وهتكون صدمتك كبيره. وانا بقى من حقي ان انا اخاف عليكي وعلى اولادنا، عشان كده لازم نمشي برا البلد دي. طب بالراحه بس، ممكن تسمعني؟ قولي. احنا مش عايزين نظلم الناس قوي كده برضو. انا وانت عارفين كويس قوي ان اخلاق اي شعب في الدنيا لما بتتغير للأسوأ زي ما انت بتقول، ما هو ده برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصاديه اللي متعرضين لها، للظلم، للفساد اللي بيشوفوه. وبعدين يا اخي، ما احنا لو رحنا اي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشه برضو، وهنقابل ناس متعصبين سواء في الدين او في اللون او في الجنسيه مثلا. طب نروح فين واعمل ايه عشان نعيش في مجتمع بيحترم بعضه؟ نفضل وسط اهلنا، على الاقل لما نقابل اي مشكله من دول نلاقي حقنا نترمي فيه. يا جو، عشان خاطري انا نفسي اعيش في البلد اللي اتربيت فيها، وعايزه اربي عيالي فيها كمان. ممكن انت ايه الحكايه بتاعتك دي؟ انت مش ناوي تبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا انا مش مجنونه. امال ايه شغل التخلف اللي انت فيه ده؟ وسقوطك في الكليه اكتر من 3 سنين، واختلافاتك السياسيه مع الدكاتره، واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني، كل ده بتسميه ايه؟ بسميه حريه شخصيه، انا من حق اعبر عن رايي. لا مش من حقك، لان طول ما انت بنتي وشايله اسمي لازم تخافي على مصلحتي. هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك، وما تنسيش ان انا ظهري ليكي. ولولا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوكي لغايه دلوقتي. من فضلك بقى يا منيب، كفايه لحد كده. كفايه ازاي؟ كفايه ازاي اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك مخليها رقبتي قد السمسمه، اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها ايه لما تكون توجهاتي السياسيه عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطيه. ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكره ان انت الوطنيه الوحيده والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده. كل تصرفاتك بتقول كده، ويؤسفني ان اقول لك ان كل ظنونك غلط، والبطولة والحماس اللي انت فيه دي هتروح مع اول قلم تاخديه في اي اسم. يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت،
الله ينعل ابو اليوم اللي انا كلفتك فيه. اهدى شويه يا منيب لو سمحت. اهدى ازاي يا ست هانم؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه بعد ما اتطلقنا؟ مطلعه لي البنت بلطجيه وثورجيه وبتاعت مشاكل ومظاهرات. يا ريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك. انتي غلطه في حياتي بدفع ثمنها لغايه دلوقتي. طالما بتعتبرنا غلطه كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى. اخرسي يا قليله الادب، الغلط مش عليكي، الحق عليا انا عشان قلبي كبير وسبتك تتربي مع امك انتي واختك في الجو الموبوء ده. من فضلك يا منيب ما اسمحلكش تجيب سيرتي على لسانك باي غلط. ليه بقى تنكري ان ابوكي هو اللي بس الافكار المسمومه في دماغ البنت وخلاها تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيره بابا على لسانك. بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر. ليه بقى؟ احنا بقى اللي بنكره مصر؟ انتوا كرهتوا الناس فيها بكذبكم وظلمكم. يوه انا مش جاي هنا عشان ادافع عن نفسي ولا اخد منك محاضرات. هي كلمه يا تلمي بنتك يا اما هرفع ايدي عندكم وساعتها الله اعلم. كش مالك يا باشا؟ برضو كش مالك يا باشا؟ بقولك يا باشا، مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقة؟ هو ليه الأداء ضد جيم كده النهارده؟ ضد جيم مين؟ يا شام بيه انت عارف ان انا لعيب قديم. ده انت دوب لسه من الاشبال. مش قوي كده يا باشا. لا قوي يا اخويا، قوي يا حبيبي. يا ابني يا حبيبي، ده انا كنت الدبورة وانت دوب لسه ورور في سنه اولى. ماشي ماشي يا كبير، طول عمرك ظابط قدير يا باشا. طول عمري قدير. يلا بقى يا سيف العشاء جاهز. مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا ستي هو اللي غالب على وشك، يعني هو بس فاضل له حركه واحده. معقول ده؟ ده انا حتى اللي انا اعرفه عن حضرتك انك جامد قوي في الشطرنج. ما تصدقيش جوزك، الملك لسه عايش ما ماتش. بس انت في موقف محرج يا باشا. العب. يلا بقى يا سيف، زمان الناس جعوا قوي. لا يجوعوا، العب. يلعب ايه بقى؟ ما انت اتغلبت وخلاص. سيف الحديد ما بيتغلبش. الملك مات يا باشا.
منور عشان بيه ده نورك يا سيف باشا. منور يا هانم. ميرسي يا فندم. ميرسي. اهلا وسهلا. عشان بيه الواد اللي جالنا الصبح بتاع المنشورات ماله يا باشا؟ الواد ده ملفه نضيف طبعا يا باشا، ولا ما كنتش سبته؟ مش عارف ليه يا اخي انا مش مرتاح للواد ده. يا باشا ده واد غلبان، شكله ملوش في الحاجات دي خالص. ابيض شكل ايه يا شام بيه؟ وانا هاخد له صوره ولا ايه؟ قول لي شكله وانا احكي لكم بقى حكايه بمناسبه الشكل ده. زمان وانا صغير فاكر طبعا كان والدي بيشتغل في البوليس السياسي. اه طبعا يا باشا. كان في عندنا جاره اسمها طنط فرخندة. طنط فرخندة دي كانت ست كده عندها حوالي 70 حاجه و70 سنه يعني. كانت ست مشلوله طيبه قوي، كل الناس تحب تزورها، تبص في وشها تحس انت شايف ملاك يسلك جناحات ويطير. اهل المنطقه كانوا يحبوا الست دي قوي ويروحوا عندها يزوروها يعني ويودوها وكده، وبالتالي طبعا كانت عارفه اسرار كل السكان. فلو فتره كبسوا عليها واكتشفوا انها جاسوسه وعندها تقارير بحاله كل سكان المنطقه ومن ضمنهم ابويا. يا نهار اسود، كل ده يحصل من طنط فرخندة؟ انا بقول لك مش بالشكل يا شباب. مش فاكر. وعلى فكره بقى ما طلعتش مشلوله، قامت من على الكرسي ايه جري لهوان. فرخندة بقى. نورة جميل. الله يخليك. الله يخليك يا سيدي. ايه يا سيدي مش كفايه شو الكلام في الشغل بقى ولا ايه؟ طيب خلاص. مامي انا حبيت طنط سام قوي. يا حنين قلبي طنط سام ودون عين طنط سام حياتي. انا اول مره الاقي هايدي متعلقه بحد بالشكل ده. انت عملت لها ايه يا سيامان؟ ولا حاجه، زي ما هي ارتاحت لي انا كمان ارتحت لها قوي. مامي انا عايزه فنيه. حاضر يا روح مامي. مامي انا عايزه فنيه. وانا بعمل ايه؟ الله انا اقطع لك انا كمان واكلك بايدي. يلا قمر. بقولك ايه يا باشا، مش ناوي سعادتك بقى تكمل سلاله الحديدي وتجيب لنا كام حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملوه عليكم؟ هيحصل هيحصل، بس زي ما تقول كده يعني انا وسهام مش فاضيين، بس هيحصل هيحصل. دول محشي عشان بيعجبك قوي. تسلم ايديك يا فندم. تسلم ايديك. بصراحة حضرتك نفسك حلو قوي في الأكل. بالهنا والشفا، بالعكس ده انتوا منورينا. ميرسي. أجيب لك عصير يا سيف؟ أنا شبعت وعايز أنام. إيه ده؟ دي هايدي نامت. مش ملاحظة إن سيف قلب فجأة كده و تقريبا طردنا؟ لا وتقريبا ليه؟ هو طردنا فعلا، احنا هنكذب فعلا من ساعه ما جبت له سيره الخلفه والعيال. ما يكونش عندهم مشكله في الخلفه؟ والله ممكن، وبعدين اللي انا فهمته من مراته ان هم متجوزين بقالهم وقت طويل قوي. يا نهار ازرق، ده انا شكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها. ولبخت ليه؟ انت ما تعرفش حاجه اساسا يعني. لا بس انا مش حابب ان انا اضايقه يعني، بس انت ما تعرفيش الراجل ده، الراجل ده لما بيقفش بيبقى اتم وخنيق. يا حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، وبعدين لما تشوف المره الجايه ما تفتحش معاه الموضوع وخلاص. بس بقى يا منال احسن، انا متضايق قوي بجد دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ هموت واعرف طنط فرخندة فين دلوقتي. يوه انت كده الواحد ما يعرفش غلطك ابدا. انا ما بغلطش، ايه اللي انا غلطت فيه النهارده؟ ايه القضيه اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا طردت الناس. ده مش موضوعنا، خلينا في المهم. ايه الاوفر اللي انت كنت فيه النهارده ده؟ اوفر ايه اللي بتتكلم عنه؟ عماله بتلعبي في البنت وعماله بتهنيني فيها لما شطت فيك وقرفتنا. دول ضيوفك يا سيف ولازم ابقى ذوق معاهم. بس انت مش ملاحظه ان انت كنت مركزه مع البنت زياده عن اللازم؟ الاطفال احباب الله. وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني للامومه يا هانم، نفسك تبقي ام. ايه سيف انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ هي الامومة ناحة عليكي قوي كده؟ هو انا اتكلمت يا اخي؟ ما انا عايشة معاك اهو راضية وساكتة. راضية وساكتة؟ انت بتعايريني ولا ايه؟ رد عليا! انا ما بعايركش! انا ما كنتش اقصد. امال قصدك ايه؟
لا، من السيف الحديد اللي يعيش مع واحدة تعايره أو تعطف عليه. أنا حصري في اللي ورايا واللي قدامي. هتعالج؟ هتعالج ليه؟ أنا أصلا سليم. أيوة أنا سليم، أنا سليم ومفيش أي حاجة خالص. أنت عايزة تعالجيني بالعافية؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. زعلش مني يابا. انا مش زعلان منك يا ابني، انا زعلان عليك. السياسه دي اصلي سكتها خطر ومرها اكتر من حلوها بكتير. انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم الموضوع مش زي ما انت فاهمه. انا مصدقك، مصدقك يا ادم، بس برضه حتى لو كانت رجلك جت غلط انت برضه غلطان. غلطان في ايه بس يابا؟ طب في ايه؟ لما تشوف مظاهرة تبعد عنها. أبعد عنها للدرجة دي يابا؟ أيوة طبعا للدرجة دي ونص كمان. أيوة بابا، بس المظاهرات دي اتعملت عشان الناس تقول رأيها، وبعدين ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. طب أسألك سؤال. اسأل. عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة أو غيرت حاجة؟ يا ابني اخره المظاهرات ايه؟ ما ديك شفت بياخدوا العيال على امن الدوله يضربوهم ويهزقوهم، مش هم لوحديهم، هم واهاليهم، وفيه شباب زي الورد اهاليهم ما بيشوفوهمش تاني. وانا يا ابني محتاج لك علشان تاخد بالك من امك واخواتك، وبعدين اطمن التغيير هيحصل. هيحصل يوم ما الفوران اللي في قلوبكم انت والشباب اللي زيك ما يتنقل لبقيه الناس. يا ادم يا ابني، الدنيا ليها ناس والاخر ليها ناس، ربنا يجعلنا احنا من اهل الاخر، انما الدنيا بقى نسيبها اللي عايزينها. تاخذنيش يابا، يعني كلامك ده شوقني للانتحار. بس انا واخد على خاطر منك يا عم امين. ايه؟ عشان يعني بشانك في وشي كده وتديني بالقلم يعني قدامي. تعرف انا ما زعلنيش القلم ده خالص. نزعني بس الكلام اللي حضرتك قلته. فاكر نفسك بتصرف وبتساعد، وكله من خيرك يا عم امين. بعدين يابا ربنا يقدرنا عشان يخليك انت وامي واخواتي مش محتاجين اي حاجه. يابا انت لازمتك على راسي. هقول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ تخيب انا ليا مين اديله غيركم. تعال بس زعلان. ازعل ايه بقى، ده انت زي ولادي. تصبح على خير. طبعا حستني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا اكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغايه دلوقتي؟
كلمي مين يا بطه؟ دي 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 ولا ده 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 ده؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي واحدة صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحة يا ادم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجة بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحة. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى؟ ما جاش للبيت قابلنا. أنا اللي ما كنتش عايزة، كنت مستنية الوقت المناسب. وإمتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا آدم. أنا عايز أقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. ألف سلامة عليك يا حبيبي. سلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام، قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعى علقة موت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبدا. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه يا زلمة اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل حصل. ويا تعويرة والدم ده من إيه يا عم البيت؟ ها؟ لا ده، ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظة. حصل حصل. الحمد لله يا صاحبي. آدم ما تخافش على جيفارا. مش غريب عليك والله يا آدم، هي دي أخلاق أولاد الكانتري. شكرين على المعلومة يا خواجة، من فضلك يا جماعة، الدكتور قال الكلام خطر على آدم. تفضلوا تفضلوا، تصبح على خير. تصبح على خير، عايزين ننام. تفضل حضرتك، تفضل حضرتك. أنا مش فاهم، بس الواد ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. أيوة، خليك انت في كبدي ويا ضنايا لغايه اما رقبت جنبك، او لا قادر اتحرك ولا اروح شغله. كراي امين، مالك شد السلخ علي انا والبيت كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحه مالكش حق، احنا عيلنا زي الفل وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواه، لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامه ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبره، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح على خير. انت من اهله، صبرني يا رب، صبرني على اللي انا فيه. انت متهم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا. انا ده انا غلبان يا باشا. سألتك انا لا يمكن اضرب مصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلد لصالح اي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركه الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، وبعدين احنا في عصر المعلومه يا بيه. تستقبل يلا ولا ايه؟ هبعت اجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحه جايه. يعني اللي على النت حاجه واللي انت عملته حاجه تاني. يا باشا دي معلومات عاديه. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عاديه بالنسبه لك لكن مهمه لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتجيب الذوق. انا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس
بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبيه. وتبيع ليه من اصله؟ لاني فقير، فقير ما صدقت لقيت اي حاجه عندي ممكن ابيعها. ما سألتش نفسك يا روح امك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا ما سألتش كان كل اللي منها ابيع بكام؟ باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس، البلد دي مليانه فلوس بس مش مع كل الناس. انت حقود بقى من غلبي، طول عمري طول عمري بتحوم في دوامة فهمي، مفيش ولا مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. عفوا، الفقر عمره ما كان مبرر للخيانة وقلة الأصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون أهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس، في ناس مستعدة تبيع عين من عينيها أو عين من عالها علشان تدوس على الفقر اللي طحنها. إنما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة، إنما لو معرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين، شياطين علشان نقدر نعيش. يا خال بتعمل ايه يا خال؟ بتهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. حكمه قديمه لكن عجيبه يا ادم. الصباح الزباله ده على الصبح، ايه الحكمه دي يا خال؟ جبتها منين؟ من عند صيدليه الاسعاف كده وانت داخل على اليمين. ايه جبتها منين؟ ها انا كنت بقرا زمان. بجد يا خال؟ والله تبقى أرى زمان؟ أيوة زمان قبل ما يخترعوا النت. أي حد كان لازم يتثقف، دلوقتي أي معلومة تخش على النت تجيبها. ومعلقش في دماغك بقى غير الجملة الزبالة دي؟ طبعا يا آدم، الحقيقة يا آدم، الحقيقة دلوقتي اللي عاوز لقمة عيشه بيحسس عليها في الضلمة وبيدور عليها، ولو رفعت راسك لفوق أو قمتها السيف يطيرها لك، لا هتلاقي رقبتك ولا لقمة عيشك. ايه التفاؤل ده يا خال؟ ايه التفاؤل اللي على الصبح ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا خال ربنا كبير يا خال، وبيرزق الدودة في بطن الحجر، مش هرزقنا احنا؟ صفي قلبك بس انت. ونعم بالله. حلو قوي. ده موافقتني بقى؟ انا كمان موافقك على الجملة الحلوة دي، بس هنزود حاجة طفيفة بس. حاجة صغيرة كده بس. ماشي؟ طفيفة يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ طفيفة خفيفة كده. بس القلم الاحمر ده من عندك؟ جه في دماغي بس مطلع كده. مطلع؟ ويل لمن ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا عم؟ ايه؟ ويل لمن لا يريد. ايوه ويل لمن لا يريد يا عم، على الاقل في احترام وتفاؤل كده، مش تشاؤم وسواد. ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحلت فيه الرؤوس. احترام من مين؟ من الناس الشريفة. فين الشرفاء دول؟ موجودين يا خال موجودين، بس انت بس فالح تبص النص الكوباية الفاضي وتسيب المليان. نص فاضي ونص مليان ايه؟ هو في ادم كوباية قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي اعيش في وسط المنحرفين والحرامية؟ منك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك، وما تبصش لرزق الناس وتقول اشمعنى انا؟ في وسط الحرامية؟ يا عم انت مالك بالحرامية يا عم؟ ما تركز في نفسك يا عم، كويس كويس لنفسك. ادي الشعارات اللي احنا فالحين بيها، الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات. كل علمك بقى ادم. بص انا هرجعها تاني. هرجعها عشان خاطر خيال، عشان خاطر، عشان خاطر سيبها كده. احنا محتاجين لاي كلمه نتصبر بيها وتدينا امل، مش كده يا خال؟ خال الخال حاله مال. ولد انت ايه يا بنتي؟ وبعدين معاكي بقى يا عليا، انت مش ناويه تجيبيها لبر ابدا؟ ليه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ اه طبعا، لو رحت اتدربتي في الجريده دي بتاعت المعارضه ابوكي هيزعل. ماما ده مستقبلي وانا حره فيه. ايوه يا حبيبتي، بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحسوبه عليه. ده الظاهر قدام الناس، انما اللي انا وانت عارفينه كويس ان مفيش اي صله بيني وبينه. يا عليا
انت ايه يا بنتي؟ مش عايزه تنسي ابدا؟ انسى ايه يا ماما؟ انسى ان رماني انا وانتي واختي، ولولا جدي الله يرحمه يعلم مصيرنا كان هيبقى ايه؟ وهو ربنا سترها والحمد لله. بتنكشي ليه بقى انتي في الماضي دلوقتي؟ ماما اقفلي الموضوع ده خالص، وبابا اللي فرط في حقوقي وانا صغيره ملوش اي حق فيا وانا كبيره. ده العدل يا ماما، وغير كده يبقى ظلم. مفيش فايده فيكي، راسك ناشفه واللي انتي عايزه تعمليه بتعمليه. طالما في الحق هعمله ولو على رقبتي. انا بنت جدي يا ماما مش بنت بابا. كي دي بتاعت مهندس عمر عبد السلام، دكتور نبيل دانيال، مهندس رفيق حنا، والدكتور هشام. تمام. وديت لجايده وجانا وساره؟ وديت لهم. اوكي. وديت لليلين وامير شوقي؟ وديت لهم. اوكي. وديت لهبه واحمد وشريف النمر؟ وديت لهم يا ستي. تمام كده مش ناقص حد. اوعى تكون نسيت عبير الانصاري. اخ ايه؟ نهار ابيض. نسيتها؟ لا طبعا وديت لها. بتهزر يا جو؟ كنت هموتك. شكلك زي القمر النهارده. طب يلا نودي لهم انفيتيشن بتاعتك. عندي ليكي خروجه تحفه النهارده. ايه؟ خروجه ايه يا جو؟ جو انت عايش حياتك عادي جدا ولا كان فرحنا بكره؟ خلاص يا ستي انت الخسرانه. اقعد حضر الفرح. ماشي. هاي. خش. لا لا شفت. لا معيش شفت. دول بقى ليكوا للذكرى. حلوين؟ قوي يا حبيبتي. مبروك. مبروك يا نون وتجنن. مبروك يا جو. الله يبارك فيك يا طنط. ده ذوق جو على فكرة. وانا بقول زوها حلوه قوي قوي كده ليه؟ ده عشان حضرتك بتحبني بس يا انكل بتقول كده. لا من ناحيه انا بحبك، انا كنت بحبك. ليه كده يا انكل؟ بس انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انا مش طايقك يا راجل، ده انا بغير منك. اقص عليك يا بابا. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي. بقى انا اتعب واشقى واربي والاستاذ كده ياخدك كده جاهزه. ده عشان ربنا بيحبني بس، رزقني بناس كويسين كده زيكم. بس احنا مش هنروح بعيد يعني، احنا مع حضرتك على طول وهنكون عندك على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء كمان. الله 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 الله. ده انت داخل على الثلاجه دغري بقى. ربنا يسعدكم يا ابني. ايه ده ايه ده؟ احنا مش في الفرح على فكره. بتعيطي ليه دلوقتي بقى؟ كان نفسي شريف اخوك يحضر اكليلي. ايه ده صحيح، هو شريف ما اتصلش خالص؟ ربنا يهديه يا ابني ويرجعه بالسلامه. طيب بمناسبة الإكليل بقى، أنا عايزة أبونا بشوي هو اللي يجوزنا. أما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو. هتروح تجيبه؟ أروح أجيبه إيه؟ استني بس، ده في بني سويف يا أنكل. لا 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 مش كده يا ابني، ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك إنك تروح تجيبه بنفسك. ماشي بس إمتى أروح؟ ده الإكليل بكرة. مانيش دعوة، أتصرف. وبعدين يعني ما نشوف حد قريب طيب يروح يجيبه لحسن يتعب مني في السكه، انتوا عارفينه سنه كبير. عشان خاطر يا جو، انا وعده من وانا صغيره قد كده ان هو اللي هيجوزني. خلاص يا ستي، طالما دي امنيه يعني ووعد، انا هجيبه عشان انا بحبه. وانا كمان. ايوه كده، اسمع كلامها زي ما جوجو بيسمع كلام. ايوه. نورتنا يا ادم يا ابني. ربنا يخليك يا مهنا. مش انا بقى. ايه مالك ادم؟ في ايه؟ مش عارف مالي، ضميري وجعني كده فجاه. بقولك ايه يا هنا، بصراحه يعني انا محرج منك يعني بالنسبه اللي حصل يعني على السلم لما حضننا بعض يعني. اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك. لا عادي يا ادم، مفيش حاجه، احنا اخوات. اخوات؟ بص يا هنا، انا طول عمري باصص لك كاخت، بس من ساعه ما حضنتك حسيت بحاجه. حاجه ايه يعني؟ زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب حاجة عند التاني، صح؟ أنت حسيت نفس الإحساس؟ لا أنا بكمل الجملة. كمل الجملة؟ طب اتفضلي بقى هاتي اللي أنا سبته. صعب يا آدم، مش هقدر أديهولك. شفتي؟ أنا سبت حاجة. طب أنا لازم أمشي. مش عارف، ضميري مال النهاردة. تستهبلش. بجد يعني أنت حسيتي نفس اللي أنا حاسه؟ بس أنا خايفة يا آدم. من ايه؟
خايفة يكون ده مجرد إحساس وهيروح لحاله، هو تعبانة بعدين. عبيطة يا بنت، مالك محساني إن أنا رايح أخويا كده؟ يا هنا يا أما استني شوية بنتكلم على البنت. أنا فاهم أنا بقول إيه كويس. خش أنا لازم أدخل. آه بس بقى اطلع بقى ساتر. الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته الدين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك الا قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بصحى متأخر. نعم مش فاضي. يعني هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنا وطاولة، وفي الفجرية كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه فتكات من الصبح؟ عاوزة حاجة؟ عاوزة تقولي حاجة؟ بصراحة بصراحة انا جايبة لك عروسة. من ايه؟ من ايه؟ ده انا جايب امبارح الخصايه بالتقسيط لاختي عشان تعشقها. منين انت بتحلمي ولا ايه؟ لا ما العروسه اللي انا جايبها لك عندها شقه في ارض اللواء ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ربنا كد مني شعري والدنيا حنان ومشاعر، عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينية؟ ستينية. ستينية وفي ارض اللواء؟ دي ادم من اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حانوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ يلا دي واحدة ست، دي كانت ست. انت عايز تتجوزها تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، مادام في الفورمة ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمة مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، انا ما اسمحلكش ان انت تشتم حماتي. حماتك؟ اخصى عليك يا فتكات، يا خسرت العشرة اللي بيني وبينك، ده المكتب لازق في المكتب. عاوزة تجوزيني حماتك؟ عمورة ده جميل عمري ما هنساهولك، دي مأجره شقتها وقاعده معانا بحجه انها وحدانيه. انا قلت اجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في اي مقبره جماعيه بعيد عنك. حرام عليكي، يعني انت عايزه تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي انا؟ لا مش عايز الجوازه دي. عموره انا بهدي لك هديه، دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تديلك. لا مش عايز أتجوز الست دي، مش عايز أتجوزها. أنا كده زي الفل، أنا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا أخويا، خليك مع نفسك كده زي القردة بوديل. قردة بوديل. أقعد أكل موز وزداني كده وأتلطط على البلتكنات في الشقة براحتي. خلاص. سلامتك يا عم رامبو. الله يسلمك يا حبيب رامبو. اتفضل، كل سنه وانت طيب. ايه دي؟ هديه عيد ميلادك. دي بقى ساعه اصلي، مش زي المضروبين اللي بديهم للعيال. امسك. ايه دي ايه دي ايه دي يا ابني؟ ايه دي ايه دي؟ خلاص هات ايدك التانية يا ابني. استنى، انت ايه بتشبكني ولا ايه؟ شكرا يا كيمو، بس انا مش هقدر اخدها. ايه القتامه دي؟ ده بدل ما تاخدني بالاحضان وتقول لي ميرسي يا صديقي على الهديه الحلوه اللي انت جبتها لي دي. ما هي عشان حلوه قوي وغاليه قوي، انا مش هقدر ارد لك واحده زيها. بعدين يا معلم، كل سنه وانت طيب. الحلوه اللي انت قلتها دي والله عندي اغلى من 100 هديه. طب والله العظيم ثلاثه لو ما خدتها لدشها في الارض دلوقتي 100 حته، وانت عارفني بقى مجنون واعملها. وبعدين يا اخي ده النبي قبل الهديه، البس بقى بلاش بواخ. يا ابني ايدي ايدي يا مجنون. البس. طيب البس. اللهم صل عليك يا نبي. حلوه صح؟ بس دي مش اصلي يا معلم. مش فاهمك انت. ايه ده؟ ايه الحقيقه؟ انا بص يا لبني اونلاين. ايه ده الواد وليد؟ لا سيبولنا بقى ندور عليه ونطلعه على المسرح. يلا ندور يلا ندور. خد يا معلم الساعه. انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا. ليه بس يا لولي؟
يومين ما اسمعش صوتك ومعرفش عنك حاجة، بتعملي ايه؟ بجد حرام عليكي. صدقني يا لولي انا بتقطع اكتر منك، بس كان لازم ابعد لاني بدأت احس اني بضعف بضعف بضعف. ايه؟ ضعفت. بقولك يا لولي مش هكلمك تاني، انا بصراحة حاسة ان انا بخون خطيبي، انا لسه مفتختش خطوبتي، انا حاسة اني بخونه بخونه بخونه. الحق الزبوني تاني شرف، الزبوني تاني شرف. خالي دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور يلا ندور. متنطق بقى الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخة، هتطير مننا المزة. هاي ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ انا مونيكا. مونيكا؟ انت مصرية مونيكا؟ نص مصرية ونص ايطالية. اموت انا في الاسباجيتي ده، الليله هتبقى صلصه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا عسليه. دي قوي. هو انت انهي نوع من انواع الرجاله؟ اي نوع ازاي؟ مش فاهم. يعني انهي فصيله من فصيله الرجاله؟ فصيله ايه؟ انت بتكلمي كلب لولو ولا ايه؟ انا فرعوني كوكازي. اوه كوكازي، اموت في كوكازي يا نيازي. لا مونيكا انا مش اسمي نيازي، انا اسمي عامر. ما انا عارفه ما انا عارفه، بس اكيد تصلك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس انت شبهه قوي 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 وهو بيموت. وانا صوتي يدي على تربه ولا ايه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش، لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض. بكره بكره من طلعه الشمس هيكون فيها انا 5 كاميرات. بس توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوه. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتورينا حته. وريني الدبوس يا مونيكا، وريني الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمين عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش هما تجيب كاميرا الاول؟ بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. ورس وخو بنيل، ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسي كدبوس ايدي. عيسو حبيبي كويس انك جيت. انا جيت الحمد لله على سلامتي. بقول لك ايه، كنت عايزه فلوس. فلوس ليه؟ مفيش، رايحه للكوافير وبعدين هعدي على ماما عشان اخد البنت. البنت؟ طب وايه اللي ودى البنت عند ماما اساسا؟ مفيش، كان عندي اوبن داي الصبح فماما عدت اخدتها من الحضانه. كمان يعني انت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ في ايه يا هشام، هي في الشارع دي عند ماما، وبعدين من حقي ان انا اخرج واتفسح ولا عايز نفضل محبوسه ما بين 4 حيطان يعني؟ والسواق الحيوان ده قلت لك تغيره لي قبل كده 100,000 مره. ليه؟ عمل ايه؟ 100 مره اقول له ما ينامش في العربيه وهو مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف. كمان هتحاسبي الراجل على النومه؟ ده كتر الف خير انه ملحق على مشاويري جنب شغل الداخليه، ده انا اللي اسمه السواق بتاعي ما بشوفهوش اصلا. خلي في قلبك شويه رحمه يا منال. حنيتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا جعان. اطلب دليفري. نعم؟ هو انت كمان ما طبختيش؟ ده ايه العيش الزفت دي؟ يا حبيبي هي الخدامة مش نفسها يوم تاخد اجازة ولا ايه؟ يوم واحد بس يا منال؟ يوم واحد؟ ده انت الاسبوع كله ما بتطبخيش غير يوم واحد، وبعد محايلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خاطري بحب اكلك، بكره اكل بره، برجع من شغلي تعبان، مش كده يا منال؟ يا حبيبي اصل الطبيخ ده مزاج، وانا ما اتعودتش اعمل حاجة الا مزاجي. وانا مش من ضمن مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي هيبين لك يعني غلاوتك عندي؟ امال ايه تاني؟ طب الاول ايدك على 500 جنيه ولما ارجع ابقى اقول لك. 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمه فستان. ايه؟ هناكل طول الشهر جزمه فستان؟ ويا ترى هنحل بايه؟ توك شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريدت كارد يعني، وبعدين الاكل يتدبر امره. لكن بصراحه الجزمه والفستان كانوا لقطه، ولما كنتش جبتهم كنت هبقى متضايقه قوي. ايدك بقى على 500 جنيه يلا خليك حلو. خليك حلو وهاتهم وانا اقعد بايه؟ يا حبيبي انت قاعد في البيت مش نازل الشارع، لكن انا اللي نازله اشتري حاجات في الشارع، عايزني يعني اتبهدل قدام الناس؟
والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش. يعني افرض حصل لي اي ظرف طارئ في الشارع، ساعتها اعمل ايه وانا مرات هشام بيه مدكور بجلاله قدره؟ عايزني يعني اتحوج للناس؟ يا دي هشام بيه مدكور بجلاله قدره اللي عامل لي بلو في نفوخي ده، انا كرهت اسمي بسببك يا شيخه. يلا بقى خليك حلو، هاتهم يلا. طب بصي انا هديكي 200 جنيه بس، اوكي؟ اقل من 500 نو. يا طب وانا اطلب دليفري بايه؟ افتح لك علبه تونه. وبعدين يا حبيبي الدليفري مش كويس عشانك، وبعدين انت تخنت قوي محتاج تخس. باي باي. هي بقت كده منال؟ علبه تونه؟ انا على اخر الزمن اكل علبه تونه؟ ماشي يا منال. ورد، والله ورد. خلاص بقى ما زعليش. وهزعل من ايه؟ يعني شاطة عصبت عليك امبارح. صدقيني اسهمن عليا ضغط في الشغل غير عادي. حقك عليا. عادي. هو ايه الجديد؟ بص انا بكلمك ازاي وانت بتكلميني ازاي؟ أنا ما قلتش حاجة غلط، أنا قصدي يعني إن أنت دايما مشغول. بس كده؟ أنت شايف حاجة غير كده؟ أنا شايف إن أنت متغيرة حبتين من ناحيتي. مش أنا اللي اتغيرت يا سيف، أنت اللي اتغيرت. سيف الحديدي عمره ما هيتغير أبدا، عمره ما هيتغير يا سيف. بتهيألك. بص لحياتنا كده من بره، أنت هتعرف الفرق. مالها حياتنا؟ زي الفل ايه؟ من بره ومن جوه. والف واحده تتمنى تعيش عيشتك دي، بس انت بقى اللي عامله نفسك مش واخده بالك. بطل بقى. بطل بقى تفكر في نفسك بانانيه وبس. فكر فيا شويه. فكر في احساسي، في مشاعري. مشاعر ايه؟ والورد ده ايه؟ مش مشاعر ده؟ مش بالورد يا سيف بيه. امال بايه؟ بالحب. بالحنيه. بالمعامله الطيبه. بقول لك يا سيف، انا تعبانه وعايزه انام. ماليش يا شيخ.